نجدد ترحيبنا بكم في هذه الليلة أو الأمسية، أمسية الشعر في الليلة الأدبية الأولى التي تحتفي بقامتين وهامتين شعريتين، محمد أميب الحملي والشاعر عبد العزيز الأمزيان، حيث يجدني على يميني وعلى يساري الناقد المصطفى فرحات. الشاعران سنحتفي بهما وبأعمالهما، سأقدمهما معا. إنه ابن الدار البيضاء، بها كان مصمد رمزه، وبها ترعرع وتلقى تعليمه، هو عضو اتحاد كتاب المغرب، مثله في عدة دول عربية مثل ليبيا وتونس والجزائر، وشارك في عدة مهرجانات داخل الوطن وخارجه، له دواوين عدة دشنها بديوان الحب مهزلة القرون، مرورا بدار الأحبة وصولا إلى سمي البياض، فعبر دواوينه يبحث ليعيش كحياة البحار كما صورها في قصيدته، وتعيش حياة البحار بين مد وجزر كالبحار، كلما غمرته المياه يحتفي بالقمر فاتحا صدفه، وإذا انسحبت أغلق الباب ثم الصدار ساحبا محفظه باحثا عن مكان سواه. إنه محمد حنيفة حملي. تصفيقنا محمد أميب الحملي يحضر معنا كشاعر توقيع أعمال الشعرية، لكن لا بد من قراءات نقدية في أعماله، وفي هذا الباب يحضر معنا قلم من أعمال جهة كاملة أزغارد، فكرا وعطاء وإبداع، فقد تعددت اهتماماته الثقافية وتنوعت لتتوزع بين النقد والشعر والمسرح والبحث، وهو الذي صرح بهذا التنوع على أحد المواقع الإلكترونية إكسبريس قائلا: مزاجي النفسي وخلفياتي الفكرية والمعرفية جعلتني كاتبا متنقلا بين أجناس أدبية متنوعة، وها أنت اليوم تحضر معنا ناقدا، الناقد المصطفى